لا أحب أن أنشغل عن الكتابة. آخر كلمات كتبها أنيس منصور. أمنية لم تتحقق. فاليوم جاء الفصل الأخير في رواية طويلة عاشت بيننا 87 عاما. أنيس منصور. الأحرف ربما تعجز عن وصف الحزن على ساحر القلم، الرجل الذي يداعبك بالكلمات فلا تمله أبدا. المئات من عشاقه كانوا في وداعه عند خروجه من مسجد عمر مكرم ظهر اليوم. هذا الإنسان كان إنسان كبير جدا، دمه خفيف جدا، عظيم جدا جدا. عادته من أعظم ما يكون. نحن نشعر بفقدانه على المستوى العربي والمصري بشكل غير مسبوق، وكان إنتاجه ممتدا حتى الأنفاس الأخيرة في حياته، رحمه الله رحمة واسعة. كان قلم رشيق ومهم في الحياة الثقافية والصحفية المصرية، رحمه الله الفقيد إن شاء الله. أنيس منصور، وسامة القلم، حكاية مصرية خالصة بدأت من محافظة الدقهلية في أغسطس عام 24. حفظ القرآن كاملا وهو في الثامنة من عمره، كان الأول على الجمهورية في الثانوية العامة. اختار دراسة الفلسفة لكنه عشق صاحبة الجلالة، فكان صاحب مدرسة متفردة مزج فيها الأدب بالصحافة. هو موسوعة تمشي على قدمين، قرأ آلاف الكتب، فهو صاحب واحدة من أكبر المكتبات في التاريخ المصري. ترك وراءه أكثر من 200 كتاب وعشرات التراجم والمسرحيات. ومعظم وقت هنا، ومجرد ما أنا ببقى موجود هنا مش محتاج لأي حاجة، عندي الورق وعندي القلم وعندي الأفكار، خلاص ما فيش ليا مطالب أخرى. أنا عارف بدايتي هنا ونهايتي هنا برضو. الرجل الذي جعل الحروف كائن حي، صاحب أعلى المبيعات في سوق الكتاب حتى الآن. علاقته بالسياسة مختلفة بعض الشيء، فرغم صلته الوثيقة بالرئيس الراحل أنور السادات إلا أنه قال عن السياسة أنها فن السفالة الأنيقة، وكان يرى أنه لا يوجد فيها صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، هناك مصالح دائمة. السادات يعد فصل هام في حياة أنيس منصور الذي عمل مستشارا إعلاميا له، ويقال أنه كتب أهم خطبه وأكثرها شهرة. السلام عليكم ورحمة الله، والسلام لنا جميعا بإذن الله. السلام لنا جميعا على الأرض العربية وفي إسرائيل. أما عن علاقته بالمرأة فهي ملتبسة لدى الكثيرين، فمنصور وصف بأنه عدو المرأة، لكن كم من النساء يعشقن ما يكتبه أنيس الذي يرى أن كتاباته عن المرأة شغب وراءه شغف، ويؤكد أنه متعلق بالمرأة لأقصى درجة جعلت آخر وصاياه أن يدفن بجوار والدته. أنيس منصور ظل يكتب حتى آخر أيام حياته، وعموده أحد أشهر الأعمدة في الجرائد المصرية على مدار 40 عاما. مات فيلسوف الوجودية الذي قال عن الموت أن كل شيء في الدنيا تعب، إلا الموت نهاية كل تعب. رحم الله أنيس منصور. داليا أبو عميرة، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش.